السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ثم أما بعد، يعني وصلنا إلى المحاضرة الأخيرة في كتاب أول مرة أتدبر أسماء الله الحسنى، وحقيقة الكتاب يعني كان رحلة ماتعة في تعلم أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. واليوم بإذن الله المحاضرة الأخيرة في هذا الكتاب الماتع، ويعني على مدار ما يقرب من سنة ونصف بفضل الله معكم في هذا المسجد، يعني كان لنا كلام كثير عن العقيدة والتوحيد وشبهات حول الإلحاد والملحدين، وتكلمنا عن فقه الاستدراك مرورا بهذا الكتاب الماتع. واليوم بإذن الله ها قد وصلنا إلى المحطة الأخيرة، ووصلنا إلى آخر جزء من أجزاء القرآن الكريم ويسمى جزء عامة. وتدبر جزء عامة له أهمية خاصة في تربية النشأ، ولذلك ننصح بتدبر جزء عامة في دور التحفيظ، وأن يبدأ به من يحب تدبر القرآن الكريم، لأن صوره قصيرة وسهلة ويمتاز بعدة أمور، منها أنه له دور مهم في التربية العقدية. جزء عامة حقيقة سهل وبسيط على الشباب الصغير وعلى من يبدأ في حفظ كلام الرحمن الرحيم وفي تدبر في آيات الله سبحانه وتعالى، فكان فيه تربية عقدية مهمة جدا، وكذلك تربية أخلاقية وسلوكية، ويرسخ الاعتقاد في ركن الإيمان باليوم الآخر. كان من الأمور المهمة جدا الذي يمتاز بها جزء عام حقيقة بعد ترسيخ العقيدة والتوحيد، تحديدا ركن الإيمان باليوم الآخر وأهوال يعني وعذاب النار للكافرين وخلود المؤمنين في الجنة ونعيم أهل الجنة. فكان فيه ترسيخ اعتقاد بركن الإيمان باليوم الآخر ومشاهد يوم القيامة ووصف الجنة وأهلها والنار وأهلها. بدأ عبد الله بتلاوة الجزء 30 وقلبه يموج بمشاعر متباينة بين الفرح والحزن. مشاعر الفرح بأنه ختم القرآن الكريم بتدبر، ولأول مرة في حياته ختمة كاملة يتدبر فيها أسماء الله الحسنى ويتعلم 30 اسما من أسماء الله الحسنى ولأول مرة في حياته. واختلطت تلك المشاعر السعيدة مع مشاعر الحزن، لأن هذا هو آخر مجلس قرآني تدبري. نظرة عبد الله وبدأ في قراءة الجزء 30 وهو يشعر أنه يبذل جهدا كبيرا في حبس دموع، حتى وصل إلى قوله تعالى في سورة البروج: إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. فسأل الشيخ هذه المرة وهو يبادله المشاعر المتقاربة وتختلط فيها مشاعر الفرحة والحزن عن اسم من أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، فرد الشيخ أنه سيبدأ المرة هذه المرة المجلس بطريقة مختلفة. سنبدأ بالدعاء سائلين الله سبحانه وتعالى الغفور الودود أن يكون قد تقبل منا هذا العلم، وأن يكون نافع لنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن ندعو الله سبحانه وتعالى بالتوبة لعلها المنجية، لعل توبة بصدق بإخلاص الآن وأنت في بيت من بيوت الرحمن، لعل توبة الآن بصدق تكون هي المنجية، تكون هي التي تنفعك في الآخرة، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يغفر الذنوب جميعا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طالما أنك إن مت بإذن الله تعالى على الإيمان وعلى الرضا بقضاء الله وقدره والرضا بالقرآن والرضا ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، مهما بلغت الذنوب عنان السماء، إياك أبدا أن تيأس من رحمة التواب، إياك أبدا أن تظن إلا في الله كل خير، إياك إلا أن تظن وترجو في الله سبحانه وتعالى أن يغفر لك الذنب كل ما تقدم من ذنب. ولكن عندي ذنوب كثيرة، استغفر الله. ولكن عندي كبائر من الذنوب، استغفر الله. عندي جبال من سيئات، استغفر الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. الغفور اسم من أسماء الله الحسنى وصفة من صفات الله العليا، ورد في القرآن الكريم في 91 آية.
الغفار ورد في 5 آيات، وغافر ورد مرة واحدة في آية مرت معنا في غافر الذنب وقابل التوب. واقترن اسم الله الغفور في القرآن بأسماء أخرى كأسماء الرحيم والحليم والعفو والرب والعزيز والشكور، لكن أكثر اقتراني في القرآن من كل تلك الأسماء مع اسم الله الرحيم، الغفور الرحيم، الغفور الرحيم. كان أكثر أسماء يقترن بها اسم الله الغفور اسم الرحيم، ولم يقترن اسم الله الغفور مع اسم الله الودود إلا في هذا الموضع الوحيد في القرآن في سورة البروج، وهو الغفور إيه؟ ها؟ الودود. لم يذكر في القرآن اسم الغفور مع اسم الودود إلا في هذا الموضع في سورة البروج، وهو الموضع الذي قرأناه من قبل. ولهذا سر بديع للغاية يجعلك تذوب حبا في هذا الإله العظيم. ففي دنيا الناس نجد أن الرجل قد يغفر لمن أساء إليه ولا يحبه. ممكن تسامح إنسان ظلمك لكن أنت ما بتحبوش، والله سبحانه وتعالى له المثل الأعلى. وكذلك قد يرحم من لا يحب، والرب تعالى يغفر لعبده إذا تاب إليه ويرحمه ويحبه ويوده. الله سبحانه وتعالى هو الغفور الودود، غفر لك الذنب وهو يحبك. أنت قد تكون سبب في رزق الناس وأنت لا تحبهم، وقد تعفو وأنت لا تحبهم، وقد تغفر وقد ترحم وأنت لا تحبه، ولكن الله سبحانه وتعالى يحب التوابين ويحب المتقين ويحب من تاب إلى الله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم. ومعنى اسم الله الغفور والغفار الستار الستير لذنوب عباده. ومعنى الستر في هذا أنه لا يكشف أمر العبد لخلقه ولا يهتك ستره بالعقوبة التي تشهره في عيونهم، لأن الله سبحانه وتعالى غفور. احمد الله على أنك عبد الغفور، لأن الله سبحانه وتعالى ستير يستر الذنب، حليم لا يعاجل بالعقوبة لعلهم يرجعون. لا يعاجل بالعقوبة لماذا؟ لعلهم يرجعون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، ليه؟ لعلهم يرجعون، لعلهم يتوبون، لعلهم يطلبون المغفرة من الغفور، لعلهم ينكسرون، لعلهم يتذللون، لعلهم يصححون المسار. فالله سبحانه وتعالى حليم على ذنوب العباد، لا يعاجلهم بالعقوبة. واعلم حبيبي في الله أمر هام جدا في هذا الباب تحديدا، أن من يعني تم كشف ستره اعلم أنه غالبا وقع في هذا الذنب مئات بل آلاف المرات، مئات بل آلاف المرات، لأن الله سبحانه وتعالى حليم لا يعاجل بالعقوبة، لا يعاجل بالعقوبة. إنسان ممكن يقع في ذنب أو معصية، فالله سبحانه وتعالى غفور ستير يستر، ثم يقع في الذنب والمعصية، والله سبحانه وتعالى حليم غفور ستير يستر، ثم يقع ثم يقع ثم يقع، ولا ينكشف الستر غالبا إلا بعد إصرار على الذنب والمعصية سنين، هنا ينكشف الستر. فاحمد الله على أنك مستور بستر الله، وبادر بالتوبة، وبادر بطلب المغفرة من الغفور، لأنك لا تعلم متى ينكشف الستر، لا تعلم متى ينتهي الحبس. الله سبحانه وتعالى هو الحافظ الحفيظ، الله سبحانه وتعالى هو الستير، إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر. فاحمد الله على أنك ما زلت محفوظ، فاحمد الله على أنك ما زلت مستور، ولا تتكل على هذا الحفظ وهذا الستر، لأنه من تلبيس إبليس، أنك تظن أن الله سبحانه وتعالى يحب الإنسان فهو يتمادى في الذنب والمعصية يتكل على أن الله سبحانه وتعالى يحبه، يقول أني مستور، ربنا حفظني، ربنا سترني، ويفضل مصر على الذنب والمعصية سنين. انتبه، أيوة الله سبحانه وتعالى يحبك لأنك عبد لله، ولكن لا تدري متى ينتهي الحلم، متى ينتهي الستر، متى ينتهي الحفظ. فبادر بالتوبة حبيبي في الله. ومن الملاحظ في القرآن أن الغفور يأتي دائما قبل الرحيم،
باستثناء موضع واحد في سورة سبأ، قال تعالى: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. جعل الغفور أسبابا كثيرا للمغفرة. جعل الغفور أسبابا كثيرا للمغفرة. في حاجات كثيرة ممكن نقوم بيها نعملها تكون سبب في مغفرة الذنوب. ففي الحديث النبوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس، انتبه بقى للجزئية دي خطيرة، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. إذا اجتنبت الكبائر، يبقى أنت حضرتك دلوقتي صليت الفجر وبعد كده مثلا رحت مشاغلك، رحت شغلك، رحت كليتك، رجعت صليت الظهر، عصر، مغرب، عشاء، كل صلاة لصلاة مكفرات. مكفرات إيه بقى؟ اللي هي إيه؟ الصغائر. خلاص كده؟ يبقى الصغائر واللمم دي كلها إن شاء الله إيه؟ مغفورة بإذن الله. الصلوات الخمس يبقى من الصلاة للصلاة ورمضان لرمضان والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الإيه؟ الكبائر. طب الكبائر نتوب منها إزاي؟ أنا لو في حاجات خاصة بالعباد نرد المظالم. حلو. لو في شيء خاص بالعباد هنرد المظالم، تمام. طب ولو في شيء خاص بالله، ذنب متعلق بالله، نعمل إيه؟ استغفار. طب التوبة بقى هتحقق إزاي هنا؟ طيب افتكرها دايما عشان ما تنساش. قلنا دائما وابدا علشان تتحقق التوبه في حق الله لابد من كام فعل؟ ثلاثه: ماضي، حاضر، مستقبل. افتكرها كده، خلاص كده انت كده دي التوبه في حق الله. يبقى انت نادم على ما فات وتركت الذنب الان في الحاضر وعازم النيه على عدم فعله في الايه؟ في المستقبل. لو واحد من الثلاثه ما تحققش انت ما توبتش. زي ما ضربنا مثل قبل كده وقلنا اللي جاي مثلا على رمضان، داخل على رمضان فيجي في نص شعبان كده يقول ايه انا تبت لله، بس هو في نيته ان هو في ايه في ليله شوال، ليله واحد شوال في العيد هو ناوي يسافر وناوي ايه يعني يعمل الافعال، لا ده كده ما تبش. لابد ان تكون التوبه نصوحه. واحد له صحبه سوء فيجي في رمضان يقول انا هسيبها، بس هو ناوي ان هو في العيد هيرجع تاني يشرب مخدرات ويرجع تاني يشرب شيشه ويشرب سجاير ويلعب العاب منكره. هو ناوي ده مبيت نيه ان هو بس هيعدي العشره الاولى من ذي الحجه، هيعدي رمضان، هيعدي بس ايه يوم عرفه، وهو ناوي يرجع تاني يشرب وناوي يرجع تاني. ده كده ما تابش، ده كده لم تتحقق اصلا شروط التوبه. لابد حتى تتحقق شروط التوبه من ثلاث حاجات: ماضي، حاضر، مستقبل. ده اذا كان في حق الله. طب لو زاد عليها بقى غيبه، نميمه، بهتان، اكل حق اخوه، اكل حق اخته في الميراث، اغتصب حق مش حقه، اختلس فلوس من العهده اللي معاه، يعمل ايه؟ كم شرط عشان يتوب؟ ايوه جزاك الله كل خير. هتجيب دول اللي هم ايه؟ الذنب المتعلق بالعباد. ده في كم ذنب هنا؟ في ذنبين: ذنب متعلق بالله زائد ذنب متعلق بالايه؟ بالعباد. يعني الغيبه دي ده ذنب متعلق بالله في حق الله ولا لا؟ في حق الله، صح كده، لان الله سبحانه وتعالى نهانا عن الغيبه والنميمه، صح كده. طيب انت لما جيت اختبت اخوك المسلم او وقعت في النميمه او البهتان، انت واجب عليك ان انت تتوب لله سبحانه وتعالى من الغيبه والنميمه، وان انت ترد الايه؟ وترد المظلمه. طيب يبقى كم شرط عندنا في حق العباد لما يكون الذنب في حق العباد؟ اربعه. ثلاثة في حق الله: ماضي، حاضر، مستقبل، وهنضيف عليها الايه؟ الذنب المتعلق بالايه؟ بالعباد. طب هنيجي بقى ايه حتة قلتها قبل كده، شوف بس اللي مصحصح معانا كده. قلنا ان في دعاء كفارة المجلس اللي هو ايه؟ حلو، ممتاز. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السؤال بقى، لو اننا كنا في مجلس قاعد انت مع قرايبك، مع صحابك، مع زمايلك في الشغل، وجبتوا سيره فلان وجبتوا سيره علان ووقعتوا في الغيبه والنميمه، السؤال: دعاء كفاره المجلس في الحاله دي هيكفر الغيبه والنميمه؟ هيكفر بس نضيف حاجات المظلمه. يعني هيغفر الغيبه والنميمه؟ قلناها قبل كده. طب هو لو مش هيغفر وما احنا بنقول دعاء كفاره المجلس ليه؟ لو هو مش هيغفر الغيبه والنميمه اللي احنا جبنا في سيره الناس في المجلس وقلنا دعاء كفاره المجلس، امال هو هيغفر ايه؟ انت قلت صح بس كملها. هي ايه؟
هيغفر الذنب المتعلق بايه؟ ان شاء الله باذن الله يغفر الذنب المتعلق بالله. نستغفرك وايه؟ ونتوب اليك. طب الراجل اللي انا جبت سيرته ده لو هو كفرت وعاد كفرت المجلس هيجزئ؟ يبقى هنقعد نجيب سيره الناس للنهار واسهل ما يكون. وانا قايم اقول ايه؟ دعاء كفاره المجلس. لا، احنا بنقول دعاء كفاره المجلس ان شاء الله باذن الله تعالى. الله سبحانه وتعالى يغفر ببركه هذا الدعاء الذنب المتعلق بالله. اما الذنب المتعلق بالعباد فلا بد من رد الايه؟ من رد الغيبه ورد المظلمه. واضح كده؟ طيب. وقال تعالى: ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. كن عندك، كن على يقين بان الله سبحانه وتعالى يغفر الذنب، لا تتشكك ابدا. عشان كده يعني العلماء يقولون ان اول ذنب قد يقترفه الحاج لبيت الله انه بعد الحج يظن او يتشكك هل الذنوب قد يغفرها الله سبحانه وتعالى. يقول لك ده اول ذنب، ده اول ذنب. يعني الناس وهي نازله في من عرفات وفي النفره ومتجهين للمزدلفه، فيبدا الشياطين تبدا توسوس لهم: هو انت بعد كل المجهود اللي انت عملته ده، هو انت فعلا ممكن يكون اتغفر لك ذنبك ولا ايه؟ مجرد ان هو يبدا يتشكك في ان الله سبحانه وتعالى قد يكون لعله لم يغفر الذنب، ده اول ذنب، اول ذنب يعمله بعد ما كانت ايه؟ صفحته بيضاء. لانك لابد ان تكون على يقين بان الله سبحانه وتعالى ايه؟ الحج المبرور ليس له جزاء الا الايه؟ الجنه. طالما انه اتى بالاركان واتى بالواجبات والمال ان شاء الله من حلال وهو كان صادق ومخلص، ان شاء الله يقين فان ايه؟ عادك يوم ولدته ايه؟ امه. فده كان اول ذنب هيقترفه ان هو يتشكك في ان الله سبحانه وتعالى ايه؟ لعله لم يغفر له الذنب. الغفور رحيم اذا راجعت اليه، ستير يغفر ويستر على عبده، ودود يتوب ويعفو على عبده ويحبه، حليم لا يعاجل بالعقوبة، غفور يغفر الذنوب الكبيرة والصغيرة. الكبائر تحتاج إلى توبة خاصة، الصلاة إلى الصلاة، صلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لكل الصغائر واللمن بإذن الله. أما الكبائر فتحتاج إلى توبة خاصة. طب أنا في كبائر أنا عملتها وأنا صغير، عندي 13 14 15 سنة، يمكن أكون دخلت صلوات في بعض، يمكن أكون تعمدت ما صليش فجر، يمكن أكون نمت من غير ما أصلي عشاء، يمكن أكون عملت ذنوب وأنا صغير مش فاكرها أصلا، أعمل إيه؟ أتوب منها إزاي؟ الكبائر تحتاج إلى توبة خاصة، يعني لابد أن تتوب من الكبيرة الذي فعلتها توبة خاصة، تتذكر الكبيرة وتتوب لله سبحانه وتعالى من تلك الكبيرة. طب كبائر أنا مش فاكرها أصلا، أعمل فيها إيه؟ ونهب بكده. رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وهم استكرهوا عليه. صحيح. طيب ايه الدعاء اللي ممكن اقوله؟ قلنا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في اشكال الصباح والمساء. ايوه جزاك الله كل خير. اللهم اني اعوذ بك، اللهم اني استغفرك. انت هتلخبطني ولا ايه؟ اللهم اني اعوذ بك من ان اشرك بك شيئا اعلمه، واستغفرك لما ايه؟ لما لا اعلمه. فاكثر من هذا الدعاء، لان فعلا في ممكن تكون عندنا ذنوب احنا فعلا مش فاكرينها. عشان كده لما تيجي بقى في الاخره اقرا كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك ايه؟ حسيبا. ده كتابك، ولا فيه حاجه زياده ولا فيه حاجه نقص، ده كتابك انت. فانت ممكن تجد في الكتاب وانت بتقراه فعلا حسنات انت ناسيها، وممكن تجد سيئات انت فعلا كنت ناسيها، لكن الكتاب لا يظلم ربك ابدا. الله سبحانه وتعالى عدل، وما ربك بظلام للعبيد، لا يظلم مثقال ذره. كتابك اللي سطرت فيه اعمالك بالحسنات والسيئات، اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وبالتالي اكثر من هذا الدعاء، ان الانسان يستغفر الله سبحانه وتعالى في الصباح والمساء من ذنوب لا يعلمها ولا يتذكرها. وقيل ان كثره الصلاه وكثره صلاه الجمعه واخلاص في رمضان نرجو من الله سبحانه وتعالى ان تكفر الكبائر ان فنيت الصغائر. يعني تخيل كده واحد عنده صغائر فعمال اول باول بيصلي ورمضان رمضان وعمره لعمره، فاول باول الصغائر ممسوحه. فالعلماء قالوا نرجو من الله سبحانه وتعالى انه ايه؟ تكفر الكبائر ايضا باذن الله تعالى. لكن الاصل ان الكبائر تحتاج الى توبه خاصه، هذا امر. الامر الاخر ان قيل ان سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال: لا، بص ركز على الحته دي خطيره قوي، لا صغيره مع الاصرار ولا كبيره مع الاستغفار.
يعني هي كبيره من الكبائر، لكن هو بيكسر من الايه، من طلب المغفره من الغفار. فالكبيره دي اللي يحصل لها ان شاء الله باذن الله تذهب. طب ولا صغيره مع الاصرار، واحد بيشرب سيجاره ويقول السجاير دي مش كبائر دي صغائر. ايوه لو السيجاره صغيره، طب سيجارتين 13، طب 20، طب بيشرب علبتين 3 في اليوم، الصغائر والاصرار عليها قد تتحول في حق الانسان الى ايه، الى كبائر، لان الجبال من الحصى. يعني ما تستهترش بالحصى، اوعى تنظر للحصى، لا تحقرن من المعروف شيئا، لا في امر الحسنات صحيح، وكذلك لا تحقرن من الايه، من السيئات شيئا. يعني انت النهارده لا تنظر الى ذنب صغير وتقول انه يعني ذنب صغير. ايوه الذنب الصغير مع الذنب الصغير مع الذنب الصغير، ممكن تجد ان بعد 10 20 سنه اصبح عنده جبال من الحصى، اصبح عنده جبل، جبل من السيئات عباره عن ايه، حصى. مش لازم كلها تبقى يعني احجار كبيره وكلها كبائر، ممكن يبقى عنده جبل من الايه، من الحصى. فانت انتبه لهذا الامر. استشعار العبد لهذا الاسم الغفور يجعله يكثر من قول استغفر الله العظيم في الليل والنهار، فيستغفر الله في كل وقت. وهذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، انه كان يكثر من الاستغفار، حتى كان يقال انه كان يستغفر في المجلس الواحد اكثر من 100 مره. واستشعار المسلم هذا الاسم ينبت في قلبه شجره الايمان التي تورث الحب والمراقبه لله سبحانه وتعالى. فهو سبحانه الغفور، حينما تعلم ان الله سبحانه وتعالى يغفر الذنب ماذا تفعل؟ تزداد له محبه، تزداد له رجاء، تتوكل على الحي الغفور الذي لا يموت. فهو سبحانه غفار للذنوب مهما عظمت. ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم. مهما بلغت الذنوب عنان السماء فمغفرة الغفار وعفو العفو أكبر وأعظم. واستشعار المسلم لهذا الإثم اسم الله الغفور يريد مزيد اتصاف بصفات الله سبحانه وتعالى. فالذي يغفر ويرحم الله سبحانه وتعالى أعلى منه جودا وأكرم إنعاما، فمتى عفى عبد عن أخيه عفى الله عنه. لذلك قال تعالى في سورة النور وليعلموا وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. إذا أردت أن يغفر لك الله سبحانه وتعالى الذنوب والزلل، اغفر لأخيك واعفو واصفح. خطيرة جدا. إذا أردت أن تتعامل، أن يعاملك الله سبحانه وتعالى بالعدل، عامل الناس بالعدل. وإذا أردت أن يعاملك الله سبحانه وتعالى بالفضل، عامل الناس بالفضل. ولذلك رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. والله الإنسان اللي عنده سماحة وعنده رحمة بالناس وبيغفر وبيتسامح وبيتغافل وبيصفح، يجد أن الله سبحانه وتعالى يجعل له من كل ضيق مخرجا. يبقى هو بيتعامل مع الناس في البيع والشراء بالسماحة والفضل، يجد أن الله سبحانه وتعالى ييسر له من يتعامل معه بالإيه؟ بالسماحة والفضل. سبحان الله. وهل جزاء الإحسان إلا الإيه؟ إلا الإحسان. إنه باب يختلف عن أي باب، إنه باب مسيرة عرضه 40 عاما، باب لا يغلق أبدا حتى تطلع الشمس من مغربها. هل عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من قبل المغرب لبابا مسيرة عرضه 40 عاما، وقيل أو 70 سنة، في رواية قيل فيها 40 سنة، 40 عاما أو 70 سنة. فتحه الله سبحانه وتعالى عز وجل التوبة يوم خلق السماوات والأرض، فلا يغلق حتى تطلع الشمس منه. إنه باب التوبة، إنه باب التوبة، باب التواب. أحبابي في الله، مهما بلغت الذنوب عنان السماء، إياك أن تجعل للشيطان إليك سبيلا. كلنا أصحاب ذنوب ومعاصي، ونسأل الله السلامة من كل ذنب ومعصية. إياك أن تيأس أبدا من التوبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الله لا يمل حتى تمل. أي أن الله سبحانه وتعالى لا يمل من مغفرة الذنوب طالما لم نمل من طلب المغفرة من الغفار. إن الله لا يمل حتى تمل. يعني تجد أن كثير من الشباب بيسأل السؤال ده، يقول أنا وقعت في ذنوب كثيرة وبصراحة أنا بستحي من ربنا. طيب والله ده جميل، الإنسان يستحي من الله سبحانه وتعالى، ده شيء جميل. أيه بس تقصد إيه بقى؟ أنا هبطل توبة ليه؟
بس انا بستحي من ربنا. لا اله الا الله ده طريق طريق ابليسي، ده طرق شيطانيه. ان هو يقول له انت عملت الذنب وتوبت، وعملت الذنب وتوبت، وعمال تعمل الذنب وتوب، يا اخي استحي من ربنا. يعني اعمل ايه؟ ما تتوبش بقى، كمل بقى، كمل في الذنب اللي انت مكمل فيه، بس ما تتوبش، استحي من ربنا. انت هتقعد بقى كل شويه تعمل الذنب وتوب؟ ايوه اقعد اعمل الذنب وتوب. وخد بالك ان الذنوب قد تبيت القلوب، مش بنقول ده مبرر للذنب، بس بقول لك لو غلبتك شهوتك او وقعت في ذنب اعمل ايه؟ توب. ما تقولش ابدا ده انا توبت كتير قبل كده. لو كانت توبة صادقة نصوحة زي ما قلنا ماضي حاضر مستقبل، ان شاء الله بإذن الله تكون سبب في انك ايه؟ تبطل هذا الذنب. لكن اياك ان تمل ابدا من طلب الايه؟ من طلب المغفرة. ان الله لا يمل حتى تملوا. كان يعني المحاضرة النهاردة كانت المحاضرة الأخيرة في كتابنا، وبكده نكون انتهينا من هذا الكتاب الماتع، وهذه الرحلة الماتعة في تعلم أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم ارحمنا وارض عنا وتجاوز عن خطايانا رحمن رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب العالمين. اللهم توفنا وأنت راض عنا، واعتق رقابنا جميعا من النار الليلة يا رب العالمين. اللهم اعتق رقابنا جميعا من النار الليلة يا رب العالمين. اللهم اعتق رقابنا جميعا من النار الليلة يا رب العالمين، وارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة، واجعلنا لك من المقربين السابقين. اللهم سدد رمي المجاهدين المرابطين في غزة يا رب العالمين. اللهم سدد رمي المجاهدين المرابطين في غزة يا رب العالمين. اللهم سدد رمي المجاهدين المرابطين في غزة يا رب العالمين. اللهم زلزل الأرض من أسفل اليهود الملاعين. اللهم زلزل الأرض من أسفل اليهود الملاعين. اللهم زلزل الأرض من أسفل اليهود الملاعين. اللهم تقبل منا الدعاء لأهلينا في غزة وأهلينا في السودان وفي لبنان وفي شتى بقاع المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك على رسول الكريم المصطفى صلى الله عليه وسلم، وجزاكم الله خيرا. دعاء كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خيرا.